اختتمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برامج مختبر المهارات المنعقدة تحت شعار حيث تلتقي المهارة بالمتعة. العنود الصوري زارت مركز ناشئة واسط وأعدت التقرير التالي. ضمن فعاليات صيف كويانا 2023 وتحديدا هنا في مركز ناشئة واسط بمدينة الشارقة، خاض المشاركون تجربة تعلم استثنائية ملهمة في برنامج مختبر المهارات الذي اختتم فعالياته بعد تقديم سلسلة من البرامج والورش التفاعلية المتنوعة في كافة المراكز المنتشرة على مستوى الإمارة. اليوم مختبر المهارات حقق تقريبا الأهداف الأساسية اللي لازمة له، يعني اليوم عندنا أكثر من 1400 منتسب شاركوا في فعاليات الصيف بشكل كامل في جميع المراكز الثمانية التابعة لناشئة الشارقة. هذا دل على أن نحن اليوم في ثقة متبادلة بيننا وبين الأولاد، بيننا وبين أولياء الأمور، أن نحن فعلا قادرين نقدم جودة في هذه البرامج، قادرين نوفر بيئة تحتضن هذه الأولاد، بيئة آمنة تساعدهم على صقل وتنمية مهاراتهم خلال هذه البرامج. معرض نتاجات مختبر المهارات جاء هو الآخر ليسلط الضوء على المخرجات المميزة للناشئة وإبداعاتهم التي تم إنتاجها بعد إتقان المهارات المكتسبة من البرامج المتنوعة التي أشرف عليها أهل الاختصاص، وتنوعت ما بين الميكانيك والبرمجة والتصميم المعماري والطباعة ثلاثية الأبعاد واستغلال تلك المهارات في الوقت ذاته في موضوع الاستدامة. كان عندي مشروع من الزراعة المائية الذكية. المشروع يشتغل بأن عندنا أجهزة إلكترونية تشتغل مع بعض لزراعة الماء. أنا كسم برنامج على الهاتف برمجته بلغة البرمجة، تتحكم بمثل الماء يتي حق النباتات، متى اللي تشتغل، متى اللي تتبند، كم قوة الشمس تقول لك كل على البرنامج. وبهذه الطريقة نعرف إن نزرع نباتات بأحسن طريقة، طريقة ذكية. تعلمنا كيف نستعمل الأدوات المعينة لصناعة الراديو والجهاز اللاسلكي، وقدرنا الحمد لله نسوي نماذج تخص الراديو والجهاز اللاسلكي. في برنامج الماكيت المعماري تعلمت كيف أرسم وأقرأ المخطط المعماري وثم تحويله على الكمبيوتر في أحد البرامج وتقطيع الألواح الخشبية بآلة الليزر وتركيبها للتصميم الذي أنا أريده أو الخاص به. مختبر المهارات وبعد نجاحه للعام الثاني على التوالي يؤكد سعي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لتهيئة الظروف المناسبة لرعاية وتمكين كوادر شابة قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة للوطن في مجالات تخصصات مهنية مختلفة. ويعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة في رعاية النشأ وتهيئة البيئة المناسبة لدعم مواهبهم واستغلال طاقاتهم. نماذج على أرض الواقع تواكب رؤية مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وتسهم في اكتشاف ورعاية الناشئة من أصحاب المواهب والمبدعين. لأخبار الدار، العنود الصوري.